السلام عليكم. اليوم نروح لولاية ميلا لنقف على الأشغال تاع ربط مدينة ميلا بالطريق السيار الشرق غرب، وهذا تدخل في إطار البرنامج العام تاع ربط كل المدن الشمالية بالطريق السيار الشرق غرب. إذن ونروح نشوف الأشغال اللي راهي جارية حول ازدواجية إذن الطريق هذا في جزئه الرابط ما بين بلدية ولاد القائم وبلدية واد العثمانية. هنا نشوف البلدية تاع واد العثمانية، وهنا نشوف طريق السيار الشرق غرب، وهنا كاين جزء هذا هنا الأشغال منتهية منه، لأنه هنا نشوف نلاحظ أن الطريق هو مزدوج. هنا تمت ازدواجية الطريق هنا. هذا الجزء يقع ما بين بلدية واد العثمانية وطريق السيار شرق غرب. والأشغال اللي راهي قيد الإنشاء حاليا هي تخص الجزء اللي وقع ما بين بلدية واد العثمانية و بلدية ولاد القائم شمالا باتجاه مدينة ميلا. إذن هنا نشوف بلدية ولاد القائم هنا، وكذلك نشوف الطريق هذايا هنايا اللي راه قيد الازدواجية. وهنا نلاحظ، شوف هنا نلاحظ العملية تاع الازدواجية تاع الطريق هذا، واللي يبلغ حوالي 17 كيلومتر الجزء هذا. إذن هو الصور هذه اللي رانا نشوف فيها تعود إلى 3 أشهر مضت، ولكن عندنا الفيديو يعود إلى الأسبوع هذا نتاع الأشغال، سنشاهده في آخر هذا العرض. إذا نشوف هنا العملية تاع الأشغال وفتح الرواق، أو في بعض الحالات تغيير تحسين المسار تاع الطريق هذا. كما نشوف هنا، فيه هنايا تغيير المسار اللي يعني الابتعاد عن السد هنايا او المسطح المائي هذا. وكذلك نشوف هنا اشغال نتاع فتح مسارات اخرى لتحسين اذا المسار تاع الطريق هذايا وازدواجيته. اذا نروح نشوف الفيديو هذا اللي متعلق بازدواجية الطريق الرابط بين مدينة ميلا وطريق سيارة الشرق غرب في جزئه الواقع بين بلدية ولاد القائم وبلدية واد العثمانية، وبطول حوالي 17 كيلومتر. أترككم تتابعون الفيديو نتاع زيارة والي ولاية ميلا إلى ورشة الأشغال نتاع المشروع هذا، والسلام عليكم.